بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزدة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى، والمتوفى عام 256 للهجرة، قال في جامعه الصحيح في كتاب الإيمان منه: باب زيادة الإيمان. لو أنك تترك المقدمة هذه تبدأ على طول الحديث تنحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. من وصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان في القلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فهو يريد الرد عليهم لذلك. الإيمان يزيد، هذا بنص القرآن: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا نص على الزيادة. كذلك في قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا نص على أن الإيمان يزيد عند سماع القرآن، ويزيد في الطاعة. كلما أطاع المسلم ربه تقرب إليه زاد إيمانه، هذا شيء معروف. وكذلك ينقص بالمعصية، لأن الذي يزيد ينقص، هو ينقص بالمعصية، ما عصى ربه نقص إيمانه. هذا معنى قولهم: يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ومن الأدلة حديث شعب الإيمان: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها قول إماطة الأذى عن الطريق. أدناها، هذا يدل على أن الإيمان له أدنى وله أعلى، ليس هو شيئا واحدا، بل له أعلى وله أدنى. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف ويقوى. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. دل على أن الإيمان يضعف حتى يكون كما يأتي، يكون على وزن حبة خردل أقل شيء. الأدلة في هذا واضحة، في زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الناس ليسوا على حد سواء، بعضهم أقوى إيمانا من بعض، بعضهم أقوى إيمانا من بعض، بعضهم أضعف، هم على حد سواء. نعم. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم. آمنوا، شوف، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زدناهم على إيمانهم هدى، فدل على أن الإيمان يزيد. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كذلك هذا نص من القرآن على أن الإيمان يزيد، يزيد ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كما قال جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة
ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب لأنك جئت بما يوافق كتابهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا أدل على أن الإيمان يزيد أنه يزيد. نعم. وقال اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فدل على أن الدين منه أكمل منه كامل ومنه دون ذلك. نعم الإكمال معناه الزيادة والإتمام. نعم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص هذا وجه الاستدلال إذا ترك شيئا من الكمال يعني من أمور الدين ترك طاعة من الطاعات فإنه ينقص إيمان لأنه إذا ترك الكمال جاء النقص ولا لا إذا ترك الكمال وش اللي بعد الكمال النقص. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم وإبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. هذا دليل على أن الإيمان قول واعتقاد من قال لا إله إلا الله باللسان وفي قلبه هذا اعتقاد في قلبه مثقال حبة من خردل من خير هذا دليل على أن الإيمان يكون على وزن حبة خردل أو أضعف دل على أنه ينقص على أنه يزيد وينقص. نعم. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير وزن شعيرة شعيرة معروفة هي حبة الشعير دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون وزن حبة شعيرة ومن الناس من يكون إيمانه يثقل بالجبال الراسية الناس لهم ليسوا على حد سواء. نعم. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ما وزن برة ذرة برة بالباء برة برة ها؟ نعم حبة بر يعني نعم. شعيرة أو حبة بر فدل على أن الإيمان ينقص حتى يصل إلى وزن حبة بر. نعم. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير وزن ذرة والذرة قيل هي الهباءة التي تطير في الهواء وقيل هي صغار النمل دل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثقال ذرة. نعم. قال أبو عبد الحديث فيه أن الإيمان ينقص حتى يكون بمقدار هذه الأشياء شعيرة برة ذرة. نعم. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير نعم من إيمان مكان من خير يعني نعم وزن ذرة من إيمان بل قوله من خير يعني في الحديث من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من خير أعد ولا تسرع لا تسرع تمهل. نعم. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتالة أنه قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير وزن ذرة من خير أو في الرواية الثانية وزن ذرة من إيمان فسر الخير بالإيمان دل على أن الإيمان يكون قليلا حتى يكون مقدار ذرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الصباحي سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميسي قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. نعم، قال بعض اليهود قد جاء بيان أنه كعب الأحبار. قال لعمر رضي الله عنه: كعب الأحبار أسلم، دخل في الإسلام. قال لعمر: آية في كتاب الله لو علينا نزلت معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وما هي؟ فذكر هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه نعمة عظيمة، أكملت لكم دين، كمال الدين هذا، إكمال الدين هذا نعمة عظيمة على الأمة. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية عظيمة. فعمر قال: نحن نعرف اليوم الذي نزلت فيه وهو يوم الجمعة والمكان وهو عرفة، وهو مشعر عرفة، نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف يوم الجمعة في عرفة، ما خفيت على المسلمين. وهي يوم عيد، لأن يوم عرفة يعتبر قبل العيد بيوم، فهو تابع للعيد، عيد النحر. المسلمون عندهم عيد في هذا، شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام. الحاصل: اليوم أكملت لكم دين، دل على أن الدين منه ما هو كامل ومنه ما هو ناقص، لأن من ترك الكمال فقد نقص، كما ذكر الشيخ رحمه الله قبل قليل. نعم، من ترك الكمال نقص. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. الزكاة التي هي الصدقة الواجبة من الإسلام، يعني من دين الإسلام. الدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. دين هذا هو الإسلام، دين هو الإسلام، دين القيمة. فجعل الزكاة من دين القيمة، يعني الدين القيم، الملة القيمة مستقيمة، جعل الزكاة من دين القيمة، وهي عمل ومال، حق مالي، حق مالي. أدل على أن الأعمال والصدقات من الإيمان. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان.
قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. الشاهد في قوله لا أزيد على هذا ولا أنقص ولا أنقص دل على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا الرجل جاء يسأل عن دينه مهتما بذلك من بعيد، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من سفر أشعث ثائر الرأس ويتمتم بكلام لا يفهمونه، حتى جلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفرائض الصلاة والزكاة، وأخبره بفرائض الإسلام، وكل مرة يقول هل علي غيره، هل علي غير الصلوات الخمس؟ قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. الصلاة المفروضة هي الصلوات الخمس، بقية الصلوات كلها نافلة، كلها نافلة وليست فريضة. والزكاة أيضا هذه فريضة، والصدقة التبرع والتطوع هذه نافلة إلا أن تتطوع. فالرجل قال لا أزيد على هذا، لا أزيد على هذا ولا أنقص. الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، قال أفلح إن صدق، يعني إن صدق أنه يأتي بالفرائض ولا يزيد على غيرها فقد أفلح، لأن الأصل هي الفرائض، إذا أتى بها المسلم كفى هذا، الفرائض زيادة، زيادة خير. ولا ينقص من الفرائض، لا يترك الصلاة، لا يترك الزكاة، لا يترك الصيام. فالرجل تعهد، تعهد أنه ما ينقص شيئا من الفرائض. وأما النوافل فلا يزيد غير الفرائض، لأنها ليست واجبة، دل على أن النوافل يجوز تركها، وأما الفرائض فلا يجوز تركها. أما من فعل ذلك، من أدى الفرائض فإنه يدخل الجنة ويكون مسلما، يكون مسلما. هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد إذا أتى بالأعمال الصالحة، وينقص إذا باشر شيئا من المعاصي والمخالفات، ترك شيء من الواجبات. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اتباع الجنائز من الإيمان. كذلك من الأعمال، هو كل الكتاب هذا كتاب الإيمان كله في أن الأعمال من الإيمان، ردا على من؟ على المرجع، أن الأعمال كلها فرضها ونفلها كلها من الإيمان، ردا على المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان. وسيأتي أيضا النص عليهم والرد عليهم صراحة من البخاري رحمه الله، لأنهم فرقة ابتلي المسلمون بها، كما ابتلوا بالخوارج الذين هم على النقيض من المرجئة، طرفي نقيض، الخوارج يغلون ويزيدون وهؤلاء ينقصون والعياذ بالله، ينقصون، فهم على طرفي النقيض، ابتليت بهم الأمة. فيجب على المسلم أن يعرف الطائفتين من أجل أن يحذر منهما. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي النجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر لقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوها. نعم، اتباع الجنائز من الإيمان بدليل قوله تبعها إيمانا واحتسابا، دل على أن اتباع الجنائز وهو عمل أنه من الإيمان. تشييع الجنازة مستحب متأكد، وهو من حق المسلم على أخيه المسلم، إذا مات يتبع جنازته، شيعه، يدعو له، صلي عليه، يحمله، يدفنه، كل هذا من تشييع المسلم. فإذا تكامل تشييع الجنازة، صلى عليها، ذهب معها إلى المقبرة، شارك في دفنها أو حضر دفنها، فإنه يحصل على قيراطين من الأجر. القيراط في الأصل قليل عند الناس، وهو ثلث الثمن، جزء من 24 جزء، هذا عند الناس، لكنه عند الله عظيم مثل جبل أحد. فقيراط الآخرة يختلف عن قيراط الدنيا. والشاهد من هذا فضل اتباع الجنائز المسلمة وأنه من الإيمان، تبعها إيمانا واحتسابا. فإذا أكمل التشييع حصل على كمال الأجر، على قيراطين عظيمين، مثل كل واحد منهم مثل جبل أحد. وإن اقتصر على بعض أحوال الجنازة بأن صلى عليها ورجع لم يتبعها، يكون له قيراط واحد من الأجر. نعم، ففيه فضل تشيع الجنائز وفضل إكمال التشيع إلى أن تدهن، وأن ذلك من الإيمان بقوله إيمانا واحتسابا. هذا واضح أن الأعمال تسمى إيمانا، الأعمال تسمى إيمانا، كما سبق في الصلاة قوله: وما كان الله يضيع إيمانكم، أي صلاتكم، سماها إيمانا. فكيف يأتي من يقول الأعمال ليست من الإيمان؟ من المرجئة. نعم. قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. كذلك من الإيمان الخوف، الخوف من أي شيء؟ الخوف على عمله أن يحبط، خوف على عمله أن يحبط. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن من مكر الله عز وجل، فيكون خائفا على دينه، خصوصا في وقت الفتن، خصوصا في وقت الفتن يمسي فيها المؤمن مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالفتن فيها خطر على دين المسلم، على إيمانه. فمن الإيمان الخوف، الخوف على العمل، والخوف من أعمال القلوب، هو عمل ولا لا؟
الخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل كل هذه أعمال، لكنها من أعمال القلوب، لأن الأعمال على قسمين: أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ها؟ وكلها من الإيمان. أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها من الإيمان. الذي يخشى من الفتن ويخاف على دينه هذا دليل على كمال إيمانه، والذي لا يخاف ويزكي نفسه هذا دليل على نقص إيمانه. نعم. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. إبراهيم التيمي رحمه الله من كبار التابعين، يقول: ما عرضت قولي، شوف أهل الإيمان، ما عرضت قولي على عملي إلا ظننت إلا ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، خشيت أن أكون مكذبا. يوازن بين قوله وعمل، وهكذا المؤمن ما هو يغفل عن عمله ويغفل ويزكي نفسه، أو يقول قولا ولا يعمل به، يقول قولا طيبا لكنه لا يعمل به. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فلا يقتصر الإنسان على القول والترغيب في الخير والدعاء ودعوة الناس إلى الخير، ولكنه هو لا يعمل في نفسه، يبدأ بنفسه أولا. هذا المؤمن إبراهيم التيمي هو كذلك، يعرض قوله على عمل، هل هو عمله على قدر قوله ولا أنقص؟ يخاف على نفسه من النقص، يخاف على نفسه من النقص، وأن يقول قولا طيبا لكنه لا يعمل به. وهذا أمر صعب دقيق على المسلم يتوقف عنده. وكون الإنسان يخشى على دينه، يخشى من النفاق، يخشى من النفاق، هذا دليل على كمال إيمانه. وكونه يأمن هذا دليل على نقص إيمانه أو عدم إيمانه. نعم. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ابن أبي مليكة أيضا من كبار التابعين، يقول: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، أن يقول قولا ولا يعمل به. وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كلما قوي الإيمان والدين كثر الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يزكي نفسه. قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها، لا تمدحوا أنفسكم وتمدحوا أعمالكم، بل كونوا خائفين، خائفين على أعمالكم وعلى أنفسكم من الانتكاس ومن النقص، يخافون النفاق، أي النفاق العملي، ما هو النفاق الاعتقادي، يخافون على أنفسهم من النفاق العملي الذي يصدر من المسلم أحيانا. أما النفاق الاعتقادي والعياذ بالله هذا ما دخل معنا، هذا كفر، كفر أكبر. لكن النفاق العملي هذا هو الذي يدخل على المؤمنين، فينبغي أن يحذروا منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخشى ما أخشى عليكم النفاق،
أخشى ما أخشى عليكم الكفر الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، سئل عنه وقال الرياء. قوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا الشرك الأصغر وهو النفاق العملي. صحابة يخافون، والرسول خشيه على صحابته، وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يخبر حذيفة بالمنافقين، ولكن حذيفة لا يبين هذا للناس. فكان عمر يسأله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقا؟ فلا يزكي نفسه. هذا من كمال إيمانه، أنه يخاف على دينه ويخاف على عمله، أنه يحبط عمله فهو لا يدري. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قد يحبط عمل الإنسان وهو ما يدري. هذا خطر عظيم يجب على المسلم أن يخاف منه غاية الخوف. نعم. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ما أحد منهم يمدح نفسه ويقول أنا كامل الإيمان مثل إيمان جبريل وميكائيل سادة الملائكة، ما يقول هذا، بل يعتبر نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل، ويستقل عمله ولا يستكثره، ولا يدري هل تقبل منه أو لم يتقبل منه. خافون على أنفسهم. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون، يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل؟ قال لا يا ابنة الصديق، لكنهم الذين يصلون ويتصدقون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم. قلوبهم وجلة، لا يزكون أنفسهم ولا يستكثرون أعمالهم، لأنك مهما عملت من الطاعات فأنت لا تدري هل تقبله الله أو لا. وأيضا لو تقبله الله فإنه لا يكفي بحق الله، لأن حق الله عليك عظيم، لكن الله يعفو سبحانه وتعالى. وإلا ما أحد يستوفي حق الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق في عبادة الله، يقول في دعائه وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. ما أحد يحصي حق الله عليه، لكن يأتي بما يستطيع، والله جل وعلا يعفو عنه تقصيره، والذي لا يستطيعه. أما إذا أعجب بعمله، إذا أعجب بعمله فإنه يحبط ويبطل، لأنه زكى نفسه. الله جل وعلا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. قال ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. حسن البصري رحمه الله إمام التابعين يقول ما خشيه يعني النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. فالذي لا يخاف من النفاق هذا دليل على نفاقه، والذي يخشاه هذا دليل على إيمانه.
فالشاهد من هذا أن الخوف من النفاق أنه من الإيمان، وهو عمل قلبي من أعمال القلوب، دل على أن الأعمال تدخل في الإيمان سواء كانت أعمال قلوب أو أعمال جوارح. نعم. قال: وما يحذر من الإصرار عن النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المؤمن يحصل منه خطأ ويحصل منه نقص، كلكم خطأ، خير الخطائين توابون، فيحصل منه تقصير ويحصل منه نقص، لكنه يتدارك ذلك بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، من يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا، هذا محل الشاهد، ولم يصروا على ما فعلوا، لم يستمروا على المعصية بل أقلعوا عنها، تركوها لله عز وجل وهم يعلمون. لم يصروا، لم يستمروا على المعصية. يقول سهل ذي، لا، سمهنا الذي سهل، الناس يسوون كذا والناس يسوون كذا، أنا مير ما عندي إلا هذه سهلة، هذا تعظم والعياذ بالله. إذا استصغرها عظمت، إذا استصغر المعصية عظمت وزادت، إذا خاف منها ولو كانت كبيرة عظيمة فإنها تصغر وتنمحي. إذا خاف منها وخشي منها فإن الله جل وعلا يمحوها عنه، يذهبها عنه. أما إذا تساهل بالمعاصي وقال هذا سهل، الناس يفعلون كذا وكذا، أو بعضهم والعياذ بالله يتلفظ ويقول هذه قشور طاعات والمستحبات، يقول هذه قشور، الكلام على القلب فقط، أما الأعمال هذه قشور لا تهتمون بها، هذا والعياذ بالله ردة عن دين الإسلام. طاعات قشور، يقول هذه جزئيات، هذه وهذه، هذا كله من الغرور والعياذ بالله. فالمسلم يعظم الإسلام ويعظم الدين ويعظم الطاعات ويكره المعاصي الذنوب، يكرهها وينفر منها. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالذي لا يحب الطاعات ويكره، الذي يكره الطاعات ويحب المعاصي، هذا ليس بمؤمن، أو يتصغرها ويقول سهلة هذه، إذا استصغرتها عظمت وكبرت عند الله عز وجل. فالمؤمن من الإيمان الخوف، خوف القلب من هذه الأمور. نعم. قال: حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. سباب المسلم هذا عمل فسوق، خروج من طاعة الله عز وجل. والمرجئة يقول لا، ما يضر هذا، لا يضر مع الإيمان معصي، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نعم، هو لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا صحيح، لكن أنه لا يضر مع الإيمان معصية هذا باطل، بل يضر، تضر المعصية مع الإيمان، تضر وتنقص الإيمان. فهذا من استحقار المعاصي واستخفاف بالمعاصي والعياذ بالله، هذا عمل المرجئة، هذا هو عمل المرجئة، وهي فئة ضالة. والمرجئة هم الإرجاء، الأصل في اللغة، الإرجاء في اللغة هو التأخير، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، يعني
تأخر شأنهم، تأخر شأنهم، مرجون مؤخرون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فالإرجاء في اللغة هو التأخير. سمي الذين لا يرون العمل من الإيمان مرجئة، لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، فسموا بالمرجئة، وهم على النقيض كما ذكرت لكم، على النقيض من الخوارج. الخوارج تشددوا وحكموا على العصاة بالكفر ولو لم يصل إلى حد الكفر، وهؤلاء تساهلوا. الأولون عظموا المعاصي لكن زادوا في التعظيم فكفروا هؤلاء الخوارج. هؤلاء تساهلوا وزادوا في التساهل حتى قالوا لا تضر معاصي، لا تضر، فهم على النقيض من أولئك. وكلا الطائفتين ضال وخارج عن حدود الله، والواجب على المؤمن التوسط والاعتدال، لا يكون مع الخوارج في غلوهم ولا يكون مع المرجئة في تساهلهم. الآن يدعون للتسامح، تسامحوا تسامحوا، لا تحسبون هالأمور ولا تشطون لها بالكم، تسامحوا عن الناس ولو ما صلوا، لو ما صاموا، لو ما دفعوا الزكاة، تسامحوا. هذا تشدد أنكم تحكمون على الناس بهذه الأمور. تسامح في حقوق الله، نبغى تسامح، تسامح في حقك أنت، أما أنك تسامح في حقوق الله فهذا قول على الله بغير علم والعياذ بالله. لا يجوز التسامح في أمور الدين. الله جل وعلا أمر بإقامة الحدود وأمر بإقامة التعزير. الدين ليس فيه مجاملة ولا تساهل. هؤلاء يقولون تسامحوا، دين الإسلام التسامح، تسامح فيما يجوز فيه التسامح، حقوق الآدميين، أما حقوق الله فلا يجوز التسامح فيها حتى يسمح الله سبحانه وتعالى أو يعفو الله. أما أنت ما تملك أنك تسامح عن حقوق الله، ولهذا من تسامح عن إقامة الحدود لعنه الله جل وعلا، لعنه الله. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه أو في حكمه. لا يجوز التسامح في الحدود، تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. لا يجوز التسامح في أمور الدين وحقوق الله، ما فيها تسامح. وكذلك الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، إنسان عليه حد جريمة يجي واحد ويحميه لا يقام عليه الحد، هذا ملعون. لعن الله من آوى محدثا. فالله جل وعلا أمر بالصرامة بإقامة الحدود ومعاقبة المجرمين لأجل أن يرتدعوا، وحماية لهذا الدين من التلاعب. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. هذا خلى الدرس القادم إن شاء الله يكفي. نعم. حفظكم الله تعالى وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.
هذا سائل يقول: هل الإنسان مخير بالهداية أم مسير؟ الإنسان من جهة أفعاله هو مخير، مخير في جهة أفعاله أنه يفعل أو لا يفعل، يأتي طاعات باختياره ويتركها باختياره، يفعل المعاصي باختياره أو يتركها باختياره، فهو من جهة أفعاله هو مخير، بمعنى أنه يمكنه الفعل ويمكنه الترك، وهو الذي يشاء هذا ويريده ويوجده بنفسه، يكون مطيعا أو يكون عاصيا. أما من جهة أفعال الله القدرية فهو مسير على ما قدر له، ما يخرج عن قضاء الله وقدره، فهو مسير في أفعال الله وأقداره، ومخير في أفعاله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فدل على أن العبد له مشيئة، له اختيار، يطيع ويعصي باختياره، ولذلك يعاقب على المعاصي ويثاب على الطاعة. أما الأمور التي لا يقدر عليها ولا يستطيع الخلاص منها فهذه لا يؤاخذ عليها، بنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا. الأمور التي بغير اختياره هذه لا يسأل عنها ولا يحاسب عليها: المكره، المجنون، الصغير، كل هؤلاء لا يؤاخذون لأنهم ليس لهم اختيار. أما العاقل القادر لها هذا يعاقب على فعله. نعم، أحسن الله إليكم. واستشكل عنده الجمع لبعض النصوص، استشكل على هذا السائل الجمع بين هذه النصوص. قال الله تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال تعالى: وهديناه النجدين، وقال صلى الله عليه وسلم في نفخ الملك في روح الجنين قال: ويقتل هو شقي أو سعيد. أنا قلت لكم أفعال الله هذه ليس لنا فيها دخل ولا اختيار، تجري علينا سواء أردنا أو لم نرد، أحببناها أو لم نحبها، أفعال الله وأقداره. أما أفعالنا فنحن مخيرين فيها، أعطينا الإرادة والمشيئة، نقدم أو نتأخر بإرادتنا. نعم، هذا هو الضابط. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل لفظة جنس العمل دل عليها دليل شرعي من الكتاب والسنة، أو هي من قول السلف، ومن قال بها من السلف؟ لا أعرف شيء منها، هذه يرددونها الآن: جنس العمل، جنس العمل، ولا أدري من أين أخذوها. العمل كله من الإيمان، العمل الصالح، والعمل السيء ينقص الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. ويقول: هل الأعمال شرط صحة أو شرط كمال؟ سبحان الله، نقرر لنا أسبوع الحين ويجي مثل هذا السؤال. قلنا لكم هذا مذهب المرجئة، يقولون الأعمال ليست من الإيمان وإنما هي شرط، والشرط معروف أنه خارج عن إيش؟ عن المشروط، فهذا من الإضلال والعياذ بالله. يريدون أن يروجوا علينا مذهب المرجئة، ويأتون تارة بكذا وتارة بكذا، هذه أقوال باطلة مرفوضة. العمل من الإيمان، العمل إيمان، إيمان سماه الله إيمان، ولا قول لأحد بعد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم أن نقول نحن سلفيون وأثريون ونميز أنفسنا بين الناس بذلك؟ لا داعي لهذا، لا تقول أنا سلفي وأنا أنت، إلزم مذهب السلف ومذهب وإلزم الأثر والحديث بدون أنك تقول أنا كذا وأنا كذا. أنت ما تدري، زكي نفسك، ما تزكي نفسك في هذا،
نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من شروط لا إله إلا الله اليقين، ما الفرق بين رجل في قلبه ذرة من خير ورجل يشرك؟ اليقين يختلف يا أخي، اليقين يختلف، بعضها أقوى من بعض، فالذي يحصل منه ذنوب هذا ضعيف.